بلال الف مبروك، فوز مستحق للنادي الاهلي في طريقه بقى لاعاده الدرع مره اخرى ان شاء الله لمكانه الطبيعي. مبروك يا كابتن ايمن للنادي الاهلي طبعا، جمهوره ولاعيبته ومجلس ادارته اكيد. يعني خطوه جيده، احنا كل مباراه خد بالك كل مباراه بتكسبها بتديك ثقه، بتبعدك صح، بتدي بتخلي الخصم ييأس لو هو عنده تشبث ان ممكن الاهلي يعطل في الماتش ده او الماتش ده او الماتش ده. بتكسب باقل خصم اي خصم بقى، اي خصم قريب منك يعني أي، انا بتكلم على الايه، على اللي جنبنا، ما بتكلمش على اللي بقى اللي بعيد. طيب. البعيد ده ملناش علاقه بيه، خد بالك البعيد بعيد عننا يا كابتن ايمن. صحيح. فالنهارده كل مكسب انت بتكسبه بيؤكد صدارتك لبطوله الدوري العالمي. ما بقولش انت خدت البطوله، بس بقول بيؤكد صدارتك لبطوله الدوري العالمي. محتاج كل مباراه، الماتشات لما بيبقى عندك ماتش مهم جدا كابتن شريف زي مباراه افريقيا بتبقى محتاج قبلها تكسب، خد بالك. وبتبقى مش بس محتاج تكسب، انت بتبقى محتاج تكسب مكسب مستريح. يعني مكسب مستريح ممكن يجيب جوال كتير، يجيب جوان وضيع جوان، يعني المهم اوصل للمرمى بشكل متكرر. تمام. انت النهارده قبل مباراه الوداد انت عملت ايه؟ انت فرقه بتلعبك بتكتل شويه شويه نوعا ما يعني، وبعدين ايه بتلعب على هجمات مرتده وفجاه بتفتح الجيم. الجيم النهارده متقلب، مظبوط، مش ثابت. تمام. انت عندك ميزه كبيره جدا جدا يا كابتن ايمن، انك بتستغل تقلب الجيم لصالحك. بمعنى لما الفرقه بتبتدي تطمع، تمام، ودي الميزه اللي بقت موجوده عند النادي اللي احنا زمان كنا عندنا مشكله في الهجمات المرتده السريع، مظبوط، مشكله كبيره جدا بسبب الاهداف كتير. ما بنع... وخد بالك ما بنعرفش نسجل هجمه مرتده. أي. النهارده بقت عندك ميزه بالنسبه لك انك بتلعب على هجمه مرتده سريعه. أي. تمام. بقى عندك حسين الشحات، بقى عندك بيرسي تاو الناحيه الثانيه، قليل من التركيز لاحمد عبد القادر، قليل من التركيز لمحمد شريف، هتقدر تسجل كل هجمه مرتده سريعه بتجيلك. وفي نفس الوقت الهجمات المرتده اللي عليك كمان، ما خد بالك انت بقى عندك ميزه كمان انك الهجمات المرتده اللي عليك السريعه قليله مش كتير. بقى عندك يعني بقى عندك لعيبه ثابته بشكل كويس. يعني انت زمان كنت بتعمل ايه؟ بتطلع الطرفين. أي. وتطلع الاثنين، لان انت زمان خد بالك الخطه كانت مختلفه شويه، كنت بتلعب 4-2-3-1، فعندك واحد دايما تحت الفرود واثنين واثنين بيلعبوا الميد فيلدرز بيكملوا، فبقى عندك دايما اثنين بس اللي موجودين في القلب، وعلي معلول بيروح وهاني بيروح، فبيبقى راس حربه وواحد كمان. أي. وينج. انت دلوقتي بتقتلها وتوقفها في بدايتها. لما قلبت طريقه اللعب وغيرتها بقت بتلعب ب 4-3-3، بقى عندك واحد من الميد فيلدرز هو ده اللي بيروح يعمل التغطيه. بالظبط. فمبقاش عندك مشكله كبيره في الحته دي، زي الكره اللي شفنا مروان عطيه بيغطي فيها من ناحيه الشمال. تمام. دي كانت يعني كانت واحده من ضمن الحاجات اللي بقول لك نموذج للهجمه المرتده، وتلاقي اللعيب بتاع نص ملعب مين اللي راح وكمل. هو مروان لعيب نص ملعب، واحيانا ديانج بيعمل الحته دي وبيعملها بتميز كبير جدا جدا. فالنهارده تغيير طريقه اللعب يعني قللت من خطوره الهجمات المرتده السريعه اللي عليك، ولكن انت اصبحت فرقه بتعمل هجمه مرتده سريعه بشكل قوي محترم جدا. وده واضح كمان يا كابتن حتى في حته التنظيم الدفاعي والقضاء على الهجمات المرتده. انت للمباراه ال 14 على التوالي في جميع المسابقات الحمد لله كلين شيت. يعني ملاك مفيش اهداف في مرمى. النهارده خد بالك انت بتكسب المباراه اعتقد رقم 13 تقريبا 14 اعتقد، لا المباراه بعد سان داونز اعتقد 13 كان 12 بعدين 13 دلوقتي. مباراه مكسب انا فاهم، بتكلم مكسب متتالي يعني. خد بالك النهارده في ميزه كمان عندك، انك انت برغم ان انت خد بالك يا كابتن ايمن انت لعبت امتى؟ 3 ايام، من يومين، من يومين خلص، من يومين خد احنا كنا في الاستوديو من تقريبا يوم النهارده. النهارده الاثنين كنا السبت، ثلاث ماتشات كنا سوري ماشيين السبت، ماشيين السبت احنا ماشيين السبت، ما كنا ثلاث ماتشات في اسبوع. فاللعيبه راحت سبت وحد لعبت الاثنين، وقبليها كنا بتلعب الثلاث. صح. ومع ذلك بدنيا في الملعب انت افضل على رجلك. صحيح. انت افضل كتير جدا بدنيا في الملعب. صحيح. فالنهارده بقى انت اكتسبت ميزات كبيره جدا تؤهلك انك تكمل. خد بالك واحنا في نهايه السيزون، يعني الطبيعي انك انت تبقى في اجهاد وفي اصابات، ولكن الحمد لله لعيبه النادي الاهلي واقفين على رجلهم بشكل كويس، لياقه بدنيه هايله جدا جدا جدا. الحمد لله كمان ان انت النهارده ما خرجتش باصابات للعيبه بالنسبه لك اللي انت بتعتمد عليهم بشكل اساسي. ودي نقطه برده ايجابيه ونقطه مهمه جدا جدا يا كابتن. عندك وقت تبتدي تشرح، عندك وقت تبتدي تظبط، عندك وقت تبتدي استشفى طبعا، عندك وقت تبتدي تقرا كمان وتشتغل على فرقه الوداد.